وللمزيد من المتابعة حول مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما ينضم إلينا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي أسامة البراوي. صباح الخير أستاذ أسامة، وبعد التحية، بالأمس انطلقت فعاليات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي يستضيفها المغرب. حدثنا عن اليوم الأول للبطولة والتنظيم، وتقييمك للمباراة الافتتاحية التي جمعت المغرب مع غينيا. السلام عليكم، شكرا لحسن الاستضافة. البطولة كما ذكرت يستضيفها المغرب بين 24 يونيو إلى 8 يوليوز بمدينتي الرباط وطنجة. البارحة كانت هناك الحفل الافتتاح، كان حفل افتتاح بسيط. مجموعة الفناير المغربية أدت أغنيتين من ريبرتوارها الغني. المباراة الافتتاحية يعني كانت نوعا ما عذبت المشجعين المغاربة، لأن الناخب عصام مشرعي يعني حاول تغيير الخطة والتشكيلة، يعني فاجأ المتتبعين بتغيير العديد من اللاعبين، وكذلك حتى الخطة يعتمد على خطة 3-4-3 التي تحول إلى 5-4-1، فكان الأداء سيئا لمدة ساعة تقريبا قبل أن يقدم على علد التغييرات ابتداء من الدقيقة 60. فظهر المنتخب المغربي بوجه المعتاد، ظهر بقوة بفضل اللاعبين المهاريين الزلزولي الذي سجل هدفين، بالإضافة إلى البلال خنوس، إسماعيل الصيباري، العديد من اللاعبين. فتحولت الهزيمة إلى انتصار مهم، خاصة أن نعرف أن المقابلة الأولى تكون مهمة جدا. عندما تدخل في بداية المشوار تحقق 3 نقاط تكون مهمة، سواء لمعنويات اللاعبين وكذلك حتى للطاقم التقني، لكي يلعب المباراتين المتبقيتين له في الدور الأول بكل أريحية ليتأهل إن شاء الله إلى المربع الذهبي إن شاء الله. أستاذ أسامة، اليوم بتتواصل فعاليات البطولة بثلاث مباريات والظهور الأول للمنتخب المصري أمام النيجر. سريعا، كيف ترى مباريات اليوم وبالتحديد مباراة مصر والنيجر؟ مباراة مصر والنيجر، نعلم أن المنتخب المصري هو حامل اللقب الإفريقي الأخير. عندما نظمت دولة مصر هذه المسابقة سنة 2019، الجيل المتميز لرمضان صبحي وأسامة جلال فاز باللقب عن جدارة واستحقاق. منتخب مصر يشرف عليه مدرب عالمي روجيريو ميكالي البرازيلي الذي فاز مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية الأولمبية سنة 2016. هو يدرب المنتخب المصري منذ السنة الماضية. المنتخب المصري تأهل على حساب المنتخب الزامبي، لديه لاعبين جيدين صراحة مثل لاعبي الأهلي المصري محمد أشرف وأحمد كوكا، بالإضافة إلى إبراهيم عادل جناح بيراميدز لديه تجربة، شارك في أولمبياد طوكيو سنة 2021. المنتخب المصري صحيح أنه تعادل مع غانا بمدينة إسكندرية، لكن أراه كمجموعة هي متجانسة، مدرب لديه تجربة بهذه الدورات المجمعة. أعتقد أن مصر يمكنها التفوق على المنتخب النيجر المغمور، صحيح أنه أقصى منتخبين محترمين كالمنتخب الإيفواري والمنتخب السوداني، ولكن سواء على الورق ولا كذلك حتى التجربة الكبيرة للمدرب يعني تشفع يعني تصب لمصلحة المنتخب المصري إن شاء الله. باقي المقابلات، هناك تهم مجموعة المغرب، هناك غانا ستواجه كونغو برازافيل، منتخبان محترمان. غانا أقصد المنتخب الجزائري، غانا مدجج بأربعة لاعبين شاركوا في المونديال مع المنتخب الأول، المونديال الأخير مع منتخب غانا البلاك ستارز، وإضافة إلى هناك المنتخب كونغو برازافيل أقصى منتخب جنوب أفريقيا. ولكن أعتقد أن التجربة والمهارات اللاعبين الغانيين يعني تصب في مصلحة المتوقع فوزا للمنتخب الغاني. المقابلة الأخرى ستكون بين مالي والغابون. مالي صراحة منتخب قوي، هو أحداث مفاجأة بإقصائه للمنتخب السنغالي القوي. منتخب مالي يتوفر على بنية جسدية قوية ما شاء الله، قامة طويلة، لاعبين متميزين. أعتقد أنه سيهزم المنتخب الغابوني الذي كان قد أقصي وتمت إعادته من طرف محكمة التحكيم الرياضية. أستاذ أسامة، كيف ترى فرص فوز المنتخبين العربيين مصر والمغرب أو التأهل إلى الأدوار النهائية في ظل أن هذه البطولة لها أهمية خاصة أنها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024؟ أعتقد المنتخب المغربي والمنتخب المصري أعتقد أنهم في طريقهما سيتأهلان إن شاء الله. المغرب كانت نظمت كأس إفريقيا سنة 2011، كانت
بشارة خير على المنتخبين معا، المنتخبين معا تأهل الأولمبياد لندن آنذاك 2012. المنتخب المغربي لديه يعني عمل الجمهور والأرض بالإضافة إلى اللاعبين المتميزين، فأرشحه للوصول إلى المربع النهائي لما لا المقابلة النهائية. نفس الأمر بالنسبة للمنتخب المصري، أنا متأكد أن المنتخب المصري بإمكانه احتلال المركز الأول أو المركز الثاني في مجموعته والتأهل إلى المربع النهائي، وبعدها لكل حديث حديث. أعتقد أن المصري لهم من التجربة التي تشفع لهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024 إن شاء الله. الصحفي الرياضي أسامة البراوي، شكرا جزيلا، كنت معنا من الدار البيضاء.